لقد قيدناك يا أقصى، فمن ينقذك من أيدينا؟ انظر انظر إلى المسلمين في كل مكان على الأرض، لقد شغلناهم عنك بالملذات والشهوات، والممثلين والممثلات، والمسرحيين والمسرحيات، الأحياء منهم والأموات، فمن ينقذك من أيدينا؟ سيأتي من أمة محمد من يخلصني من أيديكم. أنسيتم خالد بن الوليد؟ أنسيتم صلاح الدين؟ أليس هؤلاء هم الذين خلصوني من أيديكم من قبل؟ أين صلاح الدين الذي تزعم؟ أين أبطالك المغاوير؟ لقد ماتوا، والآن سترى المسلمين كيف صاروا. هذه أحدث أغاني الغرب، أسمعتها؟ ما من جديد إلا وأكون أول السامعين. أشاهدت آخر المسرحيات؟ إنها مضحكة جدا. بل اشتريت أحد أنواع الفيديو، إنها رائعة، ظللت ألعب بها طوال الليل ولم أنم إلا بعد الظهر. والمدرسة؟ اللعب الآن. أهلا يا أصدقاء، لدي أحدث الألعاب والأغاني الشرقية والغربية، هل تريدونها؟ نعم. أي أمتأكد؟ إن كانت الأحدث فسأشتري. هؤلاء هم الذين سينقذون، لقد غرسنا فيهم الميوعة والاهتمام بالتسلية أكثر من أي شيء، حتى صاروا مهووسين بما أنتجه الغرب من ألعاب التسلية والموسيقى، ولم يهتموا بالعلم والصاروخ والضرة. أنا متأكد أن من أمة محمد من سيأتي للنصرة وإنقاذي. سننتصر، سنرى. المسلمون. لقد خلعتها عند المصريين المسلمون. لقد قرأتها عند الكوفيين المسلمين. أهلا يا أصدقائي، هل لي أن أسألكم سؤال؟ اسأل، فنحن علماء. النملة التي تكلمت في قصة سليمان، هل هي ذكر أم أنثى؟ ذكر. أنثى. هؤلاء هم الذين سينقذونك، لقد شغلناهم في جدال لا ينفع، فإذا اتفقوا شغلناهم بآخر، وعلى ما أراه أنهم اتفقوا على أن لا يتفقوا. أنا متأكد أن من أمة محمد من سيأتي ويقتلكم جميعا، وتختبئون خلف الحجر والشجر، فينادي يا مسلم خلف اليهودي، تعال فاقتله. عذرا يا أقصى، لقد تأخرنا عنك، ولكن ها قد آتينا. لقد أعددنا ما استطعنا لتحريرك. وماذا أعددتم؟ أعددنا صلاة وعبادة ودعاء، أعددنا مصحفا، أعددنا سيفا. هل استيقظتم؟ هل آن الأوان؟ يا ويلي.